نت جيب الكلاب على طول. مش هتقول اي حاجة؟ ايه؟ مش هتقول اي حاجة؟ لا 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 عادي. دي تاتي وده فلافي. واحنا بنمشيهم بقى كده في الصبح في الروقان. ايوه كده. يلا. يلا. الشوارع كده برجع الكلاب كده. ايه تاتي تاتي، برافو عليك يا تاتي. تاتي 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 تاتي، برافو عليك يا تاتي. عطل هذا عطل. كده داخلين على الممر. بس عربيات بقى كتير هنا. فهنضطر نركب. لا احنا ممكن بقى نخش شوارع جانبية. طب اوقف تصوير ولا ايه؟ لا صوري كمان عادي. طيب ماشي. شوارع جانبية ولا. طيب. شيلوا كلابكم بسرعة. عشان شكلها ايه؟ لو النبي انت شايف هي قاعدة ازاي؟ الهجوم التام. هي واخدة وضع الهجوم زي لوكي. مش معاها. ودي قطة شفناها في الشارع واخدة وضع الهجوم. يلا. يلا يلا يلا. ايه ده؟ ايه؟ الحق التحرير فتح هنا كمان. الله. فرع جديد. فرع جديد. ايوه.
يلا دعايه مجانيه. ايه؟ دعايه مجانيه. اه دعايه مجانيه لنجمه التحرير. كان اسمه تقريبا الأميرة فايزة بس من غير تريقة. طب يعني خد جنبك كده عشان انا في صوتي. يلا كل المنطقة دي على فكرة بتطلع على البحر الناحية التانية فما تخافوش. ليه ان شاء الله؟ هو هيعمل فينا ايه؟ لا عشان لو سهرانين ولا حاجة. اه صحيح. طب تعالى نلف كده وبعدين نبقى نرجع تاني برضه. امان بس للامان. حلوين قوي شويه المشي اللي احنا بنعمله دول. اه حلوين. هضبنا الطعميه. ها هتقدروا تكملوا ولا هنركب من هنا؟ لا كده كده. مش كده. كده. فشوفوا بقى هتقدروا تكملوا مصر ولا نركب؟ لا مش براحتنا انا بس. طب تعالي نكمل نمشي كده. بس هنعدي الطريق ونمشي على الرصيف. اه هيبقى احسن. طيب يلا بقى شيلوا الحاجات الحلوه اللي معاكم دي. يلا عدوا. ما بيعرفش ينط بقى. استنى. هو بيتنفس. نعم. ده بقى البحر بتاعنا بنسميه بحر. بنضحك على نفسنا بنقول عليه بحر بس هي اصلا في الاصل ترعة. مش بتتعب من المشي؟ اه يعني انت بتحب المشي زيي. طب ايش ده؟ يبقى احنا كده هنشجع ضيوف. ما شاء الله. الله اكبر. طب كويس جدا دي حاجة حلوة قوي ليك على فكرة. هي منها رياضة ومنها برضو تبقى هواية. اكتر الولاد الصغيرين بيحبوا الكورة. حاسب حاسب حاسب
عدي يلا عدي. خاف هو بحب العيال. خاف يعني. يلا هنمشي على طول كده بقى. اطلع بقى على الرصيف بقى على الرصيف. انا مش عارف اطلع للاسف بس هصوركم من تحت. يلا نط يلا 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 يا فلافي نط يلا فلافي. ايه برافو يلا يلا. ايه؟ دي اسمها ترعة مويس اصلا. مويس ده؟ اه والله ده مش بحر اصلا احنا بنضحك على نفسنا بس. انت اول مرة تعرف؟ اه يلا ادي معمول لهم. اديني قلت لك معلومة عن ماجد. البحر اصلا بيبقى اكبر من كده بكتير. الله الله حلوة الجارية دي. ايوه ايوه ايوه. ايه احنا مشينا حبة حلوين جدا. انت متخيل يا دياء؟ بقالي مدة طويلة ما مشيتش المشية الحلوة دي. ايه ناويين تكملوا؟ اه كمل. ماشي احنا كده خلاص وصلنا قربنا نوصل للمبر. احنا هنا عند المحافظة تقريبا. مش ده برج علي زكي برضو؟ اه خلينا نصور الشارع. واخد بالك من حاجة يا ضياء؟ اه ان انا ما وقفتش اريح. اه انا مش بقى مش بقى مش بحسد نفسي بس انا حاسة ان انا عارف نشيطة. شوف يا ادم اهو ده الشارع اللي فيه العيادة البيطرية. اهو هناك اهو. نوقف الفيديو ولا نكمل عادي؟ ده كمل فيديو الصورين. ايه بس ايه رايك فيا وانا جريئة كده وبصور عادي؟ والناس عمالة اصلا معدية جنبي عمالة تعلق وانا ولا اي ناس. هما في حالنا واحنا في حالنا. مالناش دعوة يا محي. تاتي الواتي ايه فلافي فلافي مش فاضي انت بتتصاحب. ايوه ايوه بيتصاحب السحب عليه. علي صوتك علي صوتك.
تاتي تاتي تاتي. انا صبغه بقى في صوتي ايه بقى راديو صح يا ضياء؟ بس انفع في الفيديوهات دي ايه يعني من غير ميكروفون اصلا شغال. هل انت رايك؟ بص هي دي منشية أباظة اللي باباك كان بيقول عليها ظهر ال... يعني بص بص كل المساكن دي كده. حاسس ان الشارع بدا يمشي بدا الناس بدات تسكن. لا الساعه 9 صح؟ ساكن دلوقتي بنش على البيت. استنى الساعة 9:10 بس اعتقد ان الدنيا ابتدت تزاحم فايه بقى؟ تاني اعتقد ان احنا نروح نروح بقى كده نركع. طيب يا جماعة ده. يلا قول باي باي باي. انا مش عارفة اقول باي باي.